هنعمل شيش طاووق لبناني. هقول لكم دلوقتي مقاديره. هستخدم للشيش طاووق اللبناني هستخدم له كيلو صدور دجاج تقطع مكعبات عادية جدا. انا بحب الصدور اكتر من الوراك، وعادة بيعملوا في المطاعم اللبنانية اللي في مصر حتى بيعملوا دايما الصدور مش الوراك. هنستخدم كاتشب، ليمون، مايونيز. فالمايونيز ده مهم قوي في الوصفة دي. عندي بهارات شوي اي نوع بتحبوه، يا بهارات شوي يا بهارات شيش طاووق اللي هي بتبقى مكتوب عليها شيش طاووق، او بهارات شوي اي نوع انتوا بتفضلوه. بابريكا، توم مفروم فريش مش بودرة، وعندي زعتر وعندي طماطم هشويها للتقديم. ابتدي بقى اعمل معاكم دلوقتي البهارات بتاعتي. اكيد هنحط شوية ملح وفلفل، وبنزود بس شوية في الليمون. مقدار الليمون عندي حوالي ربع كوباية، فممكن حد يحس ده كتير قوي. هو كتير بس هو اللي بيدي الطعم اللاذع شوية، اللي احنا بنحس ان هو ليه الطعم اللبناني مختلف عن المصري. هم عادة بيحطوا حتى ليمون على الكبدة، بيحطوا ليمون على كل حاجة. والكاتشب ممكن نستبدله بايه لو مفيش، بصلصة جاهزة اللي هي صلصة العلب، بس يفضل يعني الكاتشب. وعندنا الزعتر الفريش، ياريت يبقى فريش. والثوم البودرة، الثوم بيبقى حلو قوي مع الفراخ عامة برضو. والبابريكا تديني لون حلو. فلفل اسود، شوية ملح صغيرين عشان حاطين بهارات، شوية زيت حلوين ادوب بيهم التتبيلة. بصوا التتبيلة لونها اصلا غامق، لونها برتقاني شوية داخل على الاحمر، فلما نحط الفراخ تديلها لون على طول. طبعا التتبيلة دي لما تقعد وقت في التلاجة ترتاح، تاخد طعم الفراخ، تاخد طعمها احلى وتمسك فيها اكتر وتخليها كمان تستوي اسرع. نقلب كده. بصوا هي مسكت فيها على طول، من الكاتشب طبعا مديها لون قوي مع البابريكا اللي حطيناها. هناخد بقى العصيان الخشب، هنكون نقعينها طبعا في ميه علشان ما تتحرقش على الجريل، واحط كده اربع قطع في كل عصايه. كده خلص خلاص. ابتدي بقى اجهز الجريل والشوايه بتاعتي، ممكن على فحم، ممكن في الفرن، ممكن على جريل. ونبطئ بقى في التسويه، هنبتدي من عالي لاقل علشان نسويه يبقى طري. دلوقتي احط شويه زيت فرشه كده ويسخن معايا، اروح حط على طول الشيش طاووق. هبتدي بالنار العاليه شويه وبعدين هقلل علشان السوى اللي جوه كمان يبقى مستوي من جوه ومن بره. هو كده تمام. هبتدي بقى دلوقتي احط الشيش طاووق، حط كده. هوريكم بقى اللون كده، هو لونه وصل للذهبي خلاص. كده بقى باقي التسويه تبقى درجه حراره اهدى كتير قوي من الاول، ابتدينا من العالي للهادي خالص عشان يستوي من جوه. احنا مقطعينه كان اكبر شويه، كش معانا بقى بالحجم ده. خلاص كده. ابتدي بقى دلوقتي احط كام قطعه طماطم، مش حاطه غير شويه زيت زيتون. هطفي الجريل واسيبه لحد لما اجهز دلوقتي معاكم طبق التقديم. عندي دلوقتي عيش صاج، ده جبناه جاهز، بطبقه احط عليه شويه زيت صغيرين كده بالفرشه، وعلى طاسه اسيبه ينشف معايا او في الفرن. حاطه كده طبقتين فوق بعض. انا حابه اقدم بنفس الطريقه اللي الناس اللبنانيه بيقدموا بيها بالظبط، عشان نحس ان احنا عملنا نفس الوصفه يعني. ابتدي بقى اشيل الاول عصيان الخشب من الشيش طاووق عشان اقدمه براحتي على العيش الصاج. بصوا لونه وشكله مستوي حلو قوي، ما اخدش وقت خالص معايا زي ما انتوا شفتوا.